لو بتسألني عن تجربة ان انت تفتح شركة في الامارات او ان انت تعيش في الامارات، عايز اقول كلام هو يفرح قوي ويزعل. الامارات اكتر دولة ممكن تتخيلها في العالم فيها امن. احنا بنسيب عربيتنا بايتة في الشارع مفتوحة، فيها معدات تصوير بالالافات، فيها اللابتوب، فيها حاجات غالية جدا، ما بنشيلش هم خالص. بننزل نعمل ميتنج، نسيب اللابتوب في كافيه ساعتين ونرجع تاني. موضوع هنا ما شاء الله. النقطة التانية العدل، هنا في عدل وفي حقوق بشكل مبالغ فيه، يعني هنا مفيش حاجه اسمها حقك يضيع، ولذلك هي ارض خصبه جدا للبزنس. وللاسف الواحد بيندم ندم كبير جدا انه ما بداش البزنس بتاعه من زمان قوي في الامارات. فانت عايز تفتح بزنس، محتاج تيجي تفتح بزنس هنا، بس محتاج صبر. لو ما عندكش القدره ان انت تسرفايف 6 شهور في البلد وتصرف اولموست من جيبك مع ان انت تكون شغال بشكل بروفيشنال عشان تنمو في خلال الست شهور دول، ما تجيش الامارات وما تشتغلش، لان كل اللي هتصرفه هترميه في الارض. عشان تيجي لازم يكون عندك قدرة انك تسرفايف 6 شهور على الاقل، وقدرة انك تستمر وتصرف وكل المتطلبات اللي مطلوبة منك تعملها، وقدرة انك تعمل كل خطواتك بروفيشنال وبسرعة. غير كده ما تجيش الامارات وما تشتغلش فيها، لان الامارات هنا دولة بروفيشنال جدا والتنافس فيها شديد، واللي جاي مش ناوي يشتغل بشكل بروفيشنال يخليه في بلده اي لقمه عيش هيعرف يجيبها، هيعمل حاجه من هنا، واحده يمين واحده شمال واحده فوق واحده تحت، هيجيب فلوس بالمعارف، هيجيب فلوس حد يشغله هنا. لكن غير هنا الدنيا هنا ما فيهاش راحه ولا بالراحه.